فقال لا أقاتل، واسمعوا كلامه وفيه حكمة، قال لا أقاتل حتى تأتوني بسيف، لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان. يعرف المؤمن من الكافر، تأتوني بسيف يعرف المؤمن من الكافر. إن ضربت مسلما نبعا لا يقتله، وإن ضربت كافرا قتله. ثم قال فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد، جاهدت وأنا أعرف الجهاد. أما مثل هذا القتال الذي تتساقط فيه رؤوس المسلمين ويقتل بعضهم بعضا، لا أدخل في ذلك إلا أن تأتوني بسيف، هذه صفته. ثم ضرب مثلا عجيبا قال فيه رضي الله عنه، قال مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح، هاجت ريح عجاجة فظلوا الطريق، اشتبه الطريق بسبب العجاج والريح والتبس عليهم، فقال بعضهم الطريق ذات اليمين فأخذوا فيها فتاهوا وظلوا، وقال آخرون الطريق ذات الشمال فأخذوا فيها فتاهوا وظلوا، وقال آخرون كنا في الطريق حيث هاجت الريح فننيخوا فأناخوا فأصبحوا فذهب الريح وتبين الطريق، فهؤلاء هم الجماعة قالوا نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه ولا ندخل في شيء من الفتن.